ملتقى باليتا للفنون في دورته الثالثة. التشكيليون والموهوبون يبدعون، يتألقون، يلتقون، يتحاورون. يلمس الزائر لملتقى باليتا للفنون التشكيلية في نسخته الثالثة بالقاهرة بشكله الجديد. الاسم قد يبدو ان هو تشاؤمي، لكن هو في صيغة التفاؤل ان سنة 2020 بكل ما فيها بتنتهي، واصريت ان انا اعمل الملتقى ده بصفة استثنائية في الوقت اللي احنا فيه ده، لان مفيش حركة فنية لاسباب عديدة قوي. الموضوع العزل والتباعد الاجتماعي والانشغال الناس بالموضوع ده اثر عليهم، حتى اثر على الفنان مش قادر ان هو يدي الفن بتاعه من جديد، ان هو بدأ يمسك الفرشة ويشتغل او يصور او كذا او كذا، فعملت نوع من انواع الجمود حتى على الفن التشكيلي، وانعكست اكتر واكتر ان الناس خدت على ان الملتقيات اللي هي الافتراضية اللي هي بتخلو من جانب الابداع، ان الواحد لازم يشوف العمل بنفسه، يقرب منه، يلمسه، يشوف الانعكاس بتاع الضوء عليه عامل ايه. هو ده التذوق اللي الواحد عايزه، هو ده الفن التشكيلي. فوقعنا في مشكله حساسه جدا ان احنا مش قادرين نعرض، واثرت بالسلب على المنتج الفني كمان. الفنان اصيب بحاله من الكسل وحاله من الترقب وحاله المجهول اللي احنا مش عارفين هتوصل لايه. فانا اصريت ان الملتقى باليتا 3 يكون مختلف ومميز عن 1 و2، ان في عز الظروف دي عملنا الملتقى ونزلنا من الافتراض الى الواقع، والناس جت وحضرت الحمد لله، وبعتبره يعني القاء حجر في ماء راكد. احنا عايزين نحرك الحركه التشكيليه من اول وجديد. ملتقى باليتا وهو معرض جماعي للفن التشكيلي يضم نخبة كبيرة من الفنانين المصريين من رواد المعاصرين وكذلك جيل الوسط وشباب الفنانين. بحس ان الفن موجود في روح الانسان وبيطلع بيترجم على هيئة الوان بنعبر فيها باحساسنا في اي لوحه، ودي اول مره ليا في الملتقى هنا، وبصراحه استفدت كتير طبعا، وفي كميه لوحات جميله ومختلف المجالات الفنون التشكيليه، يعني في نحت وزخرفه واكسسوارز ولوحات زيت واكريليك، وفي الوان كتير، في حاجات كتير حلوه هنا، وان شاء الله ما تبقاش المره الاخيره، يعني ان شاء الله هشترك معاهم دايما. وقدمت هنا، شاركت في 3 لوحات وبنوع، عملت حاجات لوحات تجريدية تعبيرية كلاسيك، عملت كذا حاجة جميلة يعني. ملتقى باليتا يقام بصفة دورية نصف سنويا لمدة 5 أيام، يتميز بالمحتوى الجديد الذي يتم تقديمه في المعرض. صراحة هاي أنا رابع مرة بشارك، وهلأ هالثالث مرة بشارك بباليتا، طبعا بتشجيع من زوجي يعني شجعني، وأنا مش كتير يعني أنا جديدة بالرسم تقريبا من 3 سنين. طبعا أنا بميل للمدرسة الواقعية أكتر، لأنه عندي هيك انجذاب للطبيعة ولألوانها ولكل الأشياء اللي بتعبر عنها الطبيعة. صراحة والفن التشكيلي مش بس هو موهبة، هو عقل بيعطي فكرة، والفكرة بتتحول بأحاسيسنا للوحة جميلة بنعطيها ألوان رائعة، لأنه دايماً الألوان الرائعة بتشد كمان المتلقي للوحة وبتخليك تحس بجميل اللوحة بالإضافة لتعبيرها. طبعاً كل فنان له منهاج وله أسلوب الخاص، فأنا بميل للمدرسة الواقعية أكثر وبحبها كثير، وبتمنى مع الوقت أني شوي أطلع يعني يروح لمحلات تانية، طبعا بتشجيع وتوجيه زوجي كمان. الملتقى كان كثير رائع، تنسيق رائع، وكانوا الفنانين مبدعين، وهذا الشيء شرفنا ونورنا، وعملوا اعمالهم يعني قدموا لنا اعمال رائعه،
وكانت تماسيتهم ساحرة بأعمالهم وبأفكارهم الحلوة، وإن شاء الله يا رب بكل ملتقى بيزيد النجاح أكثر وبيزيد الإبداع أكثر، وهذا الشيء بيشرفني أنا كلبنانية عايشة بمصر اللي أنا بحبها وبفتخر بحبي لها، ومش بس لأني مزوجة مصري، يعني أنا أوريدي بحب مصر كثير، وبتمنى أرسم شيء بيتعلق بمصر بالإسكندرية. فبتعرف بين لبنان ومصر في مثل ما بيقولوا حب عفوي كبير، وهيدا الشيء بيسعدنا جدا. قدم الملتقى أعمال 100 فنان وفنانة وأحدث الأعمال الفنية تحت سقف واحد، وبحضور نخبة المجتمع الفني المصري في مجال الفن التشكيلي والكتاب والأدباء والنقاد الفنيين. أنا مشارك في المعرض بثلاث لوحات فوتوغرافيا. أول لوحة عن اسكندرية، وطبعاً اسكندرية دي عشق خاص، يعني كل الناس بتحب اسكندرية. مصور حدائق قصر المنتزه ووراها بقى منظر للبحر وأبو قير. اللوحة الثانية صانع السبح في الجمالية، طبعاً منطقة الجمالية دي برضو عشق خاص، والقاهرة القديمة والتاريخية والصناع والحرفيين هناك نفسي الناس كلها تسلط عليهم الضوء وتوضحهم للناس أكتر، لأن دي حاجة ممكن تندثر وكلنا لازم ندعمها ونقف جنبها. فدي اللوحة الثانية بتاعتي. اللوحة الثالثة منطقة خان الخليلي والفوانيس، وطبعا دي برضو من الحاجات التراثية المصرية الأصيلة اللي احنا لازم ندعمها وكلنا نقف جنبها ونظهرها في صورة مصر السياحية للعالم كله. انا عن نفسي ما عنديش كاميرا بروفيشنال، واغلب صوري بيكون بالموبايل مش بالكاميرا. عندي كاميرا بس سيمي بروفيشنال، مش احترافية يعني. لكن الثلاث لوحات اللي انا مشارك بيهم بكاميرا احترافية، عشان لما بنكبر الصورة ممكن الريزوليوشن مش بقى بنفس الجودة لو التصوير بالموبايل. لكن انا يعني بنصح اي حد مش محتاج كاميرا احترافيه يصور بالموبايل وهيطلع صور رائعه يعني. يجمع الملتقى بين مجالات التشكيل المختلفة، فهناك التصوير الزيتي والأكريليك والجواش والفحم والرصاص والجاف والجرافيك والأكواريل والخط العربي والنسيج والريليف والمعلقات الخشبية والأشكال اليدوية والأشكال المصنعة من الجلد وأشغال فنية معادن وغيرها. أنا بعتبر الفن ده حاجة تصوفية، فعايزة حالة ما ينفعش أنا أجهز نفسي إن أنا عشان هعمل معرض، لا، هي حالة وبتاخد وقتها وبتاخد انفعالات الفنان نفسه، فلازم تاخد راحتها. وبعدين لما تطلع النتيجة في معرض قدامي ينفع أشارك فيه، ده بيتيح لي إن أنا أشارك فيه يعني. غير كده بالنسبة لي أنا لا، في ناس تانية مهيئة أنها تجهز معرضها وتشارك فيها. مصر طول عمرها رائدة، لكن طبعا في عوامل كتير أثرت على الفنان، يعني في عقبات كتير قدام كل فنان بقت دلوقتي، وتحديات شخصية وتحديات مادية وتحديات في حاجات كتير جدا. يعني العمل اللي احنا بنشوفه ده وراه إرهاق، وراه حاجات كتير من العقبات يعني. لكن في الآخر عالميا لا، في أسماء عظيمة طبعا حققت نجاحات عالمية ورواد في النحت. تهدف هذه النسخة من الملتقى لإعادة الحياة التشكيلية إلى الواقع من جديد، والإبداع الفني مجدداً بعيداً عن افتراض الفراغ الأزرق الخالي من الإبداع، والذي ساد جميع الفعاليات الثقافية في فترات العزل والتباعد الاجتماعي خلال عام 2020. اشتغلت في الفن بقالي فترة طويلة، مرحلة كبيرة يعني الحمد لله، بجانب شغلي في الجامعة. عملت معارض تشكيلية فردية وعملت معارض جماعية. عملت معرض جماعي كذا واحد
في اثنين السنه دي في 2020 كانوا معرض حواديت مع مجموعه من زملاتي، وفي معرض تاني كان في باليتا. باليتا على فكره الملتقى الفني التشكيلي انا اشتركت فيه من اول الملتقى، وبالنسبه لي انا شاركت فيه بلوحه موجوده هي عن الميناء بتاع الغردقه. ميناء الغردقه ده ميناء مشهور جدا في الغردقه، وانا كنت رحت هناك ورسمته وشفت المنظر قد ايه هو في حركه باستمرار مستمره جميله للمراكب والسفن بتاعت الصيد والحاجات دي، وكمان الميه ونوع الزلط اللي في البحر الاحمر نفسه بالوانه المتدرجه ليه تاثير جميل جدا على الميه وعلى جمال الطبيعه هناك عندهم. انا عامه يعني بحب الطبيعه اكتر في اعمالي، بميل الى الطبيعه اكتر في اكتر الرسومات. بالنسبه للخامات اللي انا بستخدمها بستخدم انا عامه برسم زيت، لكن بحب الاكريليك جدا، برسم اكريليك وبرسم اكوريل وبرسم باستيل وحاجات تانية كتير الخامات المختلفه. معرض غني جدا بمجموعه متنوعه من الاعمال لمختلف الاجيال الفنيه ومختلف المدارس الفنيه كمان، بتتنوع الاعمال ما بين اعمال التصوير الزيتي والتصوير الفوتوغرافي واعمال الديكوباج والاشغال الخشبيه والجلديه بالاضافه الى الاعمال النحتيه. الحقيقه انا سعيد جدا بتواجدي في النسخه دي من معرض باليتا. انا كل حكايتي مع الفن ان انا هوايه، انا مش دارس حاجه خالص، بحاول ان انا ادرب نفسي في البيت وفي الشغل، بشتغل برضو نظام برسم بورتريه وتابلوهات ومناظر طبيعيه. اشتغلت اول ما اتخرجت في جرافيك، تصميم الجرافيك، وبعد كده سافرت بره في ايطاليا واشتركت في بعض المعارض هناك، وكانت طبعا شفت اهتمام الناس كتير جدا بالفن، ولسه راجعه بقالي 4 سنين واشتركت في كذا معرض. لسه بس اول مره اشترك في باليتا وفعلا جميل. الهدف الأول من الملتقى هو التشجيع لثقافة اقتناء العمل الفني من الفنان العارض مباشرة، مما يشكل حافزاً للفنان لإنتاج أعمال فنية جديدة، مما يثري الساحة الفنية المصرية والعربية. الهدف الثاني من الملتقى هو تشجيع شباب الفنانين لطرح أعمال جديدة تتسم بالأصالة والروح المصرية، وأيضاً صقل الموهبة بالتجربة والاطلاع مما يعود بالنفع عليهم والاستفادة من خبرات كبار الفنانين المشاركين وزوار من النقاد والذائقة للفن. أنا عن نفسي عرض لوحات خزفية، بلاطة خزفية، ودي الوحيدة في المعرض البلاطة الخزفية، ما حدش عرض بلاطات خزفية. هي البلاطة الخزفية دي فيها إيحاء بالحركة، اللي هي الدايرة فيها إيحاء بالحركة عن طريق التضاغط والتخلخل وعن طريق التدرج في اللون والتضاد في التدرج في اللون، يعني التدرج في اللون في الشكل والتضاد بين تدرج اللون في الشكل والأرضية وبين تدرج اللون بين نصفي الشكل العلوي والسفلي. لازم اللي يشتغل بالخزف يكون عنده إمكانيات زي فرن خزف، وده غالي جدا وله درجات حرارة معينة، ولازم يكون عنده إلمام بالكهربية والكيمياء والحراريات، فده بيسبب عائق شوية. من خلال العوائق دي أنا عملت بعض الأعمال بحيث المشاهد يقدر يشارك فيها بدون ما يكون عنده الإمكانيات دي، ويكون بدون ما يكون عنده الإلمام بالكيمياء والحراريات، وإنه يبقى دارس متخصص جدا جدا. عملت أعمال بحيث يقدر المشاهد بعد ما أنا عملتها
يعيد صياغتها من تاني، اشكال يمكن اعاده صياغتها من تاني، عشان على اساس ان المشاهد يكون مشاهد ايجابي، مش مجرد مشاهد بيبص ويمشي. لو احنا كلنا عندنا الايجابيه كان زمان بلدنا كانت تبقى احسن بلد، خاصه المصريين من الناس الاذكياء جدا واللي عندهم يعني خبرات كبيره جدا، والعالم كله كان بيتعلم من المصريين القدماء وما زال بيتعلم من المصريين القدماء. يعني في ناس بتشتغل خزف من هم هي عندها 6 سنين في مصر، كانوا في مصر قديم، حاليا ابتدوا يبقوا في اماكن ثانيه زي الفواخير اللي افتتحوها لهم جديد يعني، ويبتدي ما يخافش يعني، ممكن يبتدي يشتغل خزف حتى لو ما عندوش فرن، في اماكن ممكن يحرق فيها، وممكن يقرا قراءات في الخزف، في طريقه تركيب الجليز والطلقات الخزفيه وكده، فممكن يستفيد منها، وممكن يستفيد من خبرات الخزفين الكبار يعني. وفي دورات بتبقى في كليه تربيه فنيه بتعلم الناس الخزف والفروع الفن بصفه عامه، كل فروع الفن يعني. وفي دورات برضه بس بالنسبه للخزف ده في تربيه فنيه، في دورات في فنون جميله بتعلمهم الرسم والزخرفه والديكور، فهو لو يدخل الدورات دي كان ممكن يستفيد جدا يعني. إن اجتماع هذا العدد من الفنانين الموهوبين يعمل على إثراء الفنون التشكيلية وتقديم الطاقات الإبداعية وتسليط الضوء على مسيرة الفن التشكيلي ومساحات الاهتمام الذي ينشغل بها التشكيليون، والذي يصب نهاية المطاف في صالح الحركة التشكيلية. مامتي كانت بترسم ولوحات، فأنا شفتها وكنت عايزة أرسم زيها، وأنا كنت بتفرج على أفلام كرتون، فكنت برسم رابنزل، فروزن، بيل، وفلاورز، وبرنسيسز، وطلبت من مامي وبابي إن هما يجيبوا لي باليتة ولوحة، وقعدت أرسم، ولقيت مامي وهي بترسم كانت مشغلة موسيقى وكانت الدنيا هادية، فأنا كنت بساعدها وكنت اتعلمت منها كده. هي أنا بدأت من أكثر من 20 سنة، بدأت بعمل معرض مع فنانة أمريكية في اسكندرية، لكن بعد فترة كده انقطعت شوية بسبب ظروف خاصة يعني بالشغل، وبعد كده رجعت مرة تانية وبدأت من حوالي 3-4 سنين الاشتراك في المعارض، وربنا كرمني بأكثر من معرض يعني، شاركت في الفترة الأخيرة بمعارض كتير يعني. فوتوغرافيا مجال واسع جدا، شغل في شغل الروبرتاج، في شغل الارت، في شغل يعني انواع كثيره من الفن في الفوتوغرافيا. فنصيحتي انه الانسان يصبر ويستمر ويتعلم، لان الفوتوغرافيا مجالها واسع جدا وكبير يعني. الفن التشكيلي احد الفنون الراسخه في وجدان المصريين منذ بدايه التاريخ، حيث النقوش والجدريات المنقوشه على جدران المعابد الفرعونيه وغيرها، ومن ثم في وجدان كل مصري صغيرا كان أم كبيرا، ومن مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية. لهذه الأسباب نرى من واجبنا تسليط الضوء على كل سعي حثيث نحو الارتقاء بالذوق العام والسمو بالأرواح والعقول من خلال الأنشطة والفعاليات الرسمية وغير الرسمية في مختلف مجالات الفنون، وفي القلب منها الفن التشكيلي. التنوع هو اسمه ملتقى باليتا، فجاي من كلمة لقاء، فحضرتك بتحس ان انت بتلتقي مع اولا الفنانين التشكيليين بشكل عام وجميع انواع الفنون التشكيلية، يعني موجود رسم وتصوير وعمل حرفي، فانا بشوف ان ده في تنوع، ومش لازم كلنا نكون شبه بعض، مش لازم كلنا نكون زيت او كلنا نكون تصوير، فده في حد ذاته بيدي ثراء للفن التشكيلي. ودي المرة الثالثة اللي أنا بشترك معاهم فيها من أول يوم، أنا بشوف شغل ناس تانية، بعمل ثراء فكري وفني، فممكن يدين بعض أفكار تانية يعني للفن التشكيلي بشكل كبير يعني.
النهارده انا شاركت في المعرض بصوره لصياد راجل عجوز يعني من بحري اسكندريه، واتمنى ان شاء الله العمل ينول رضاكم ويعني ينجح ان شاء الله. كنت بحب ارسم من وانا صغيره، وكنت دايما برسم الاحلام بتاعتي، فحبيت ان انا فكره الاحلام تكون اكثر واقعيه يعني، فلجأت لاسلوب المجسمات، ان انا بجسم اللوحه تبقى بحس اني اخد لقطه من الحلم كان المشاهد داخل جوه الحلم ده. كان ليا الشرف المره دي ان انا اشترك مع الاستاذ محمد وليد في المعرض الجميل اللي احنا فيه بمشاركه بلوحه انا تعتبر بالنسبه لي نتاج تجربه شخصيه، بعبر عن المراه بعبر عن الرجل. ما بشوفش في اللوحات عندي رياليتي قوي على قد ما هي بتبقى واخده الحته التعبيريه جوه نفس كل واحد. هناك أهمية كبيرة للاحتفاء بالفنون الراقية بوصفها جزءا أساسيا من عوامل تشكيل الأمم المتقدمة، ومثل هذه الملتقيات تم تصميمه على النحو الذي يقدم فيه باقة من الفنون الراقية التي ترسخ الأصالة وتمزج بين ثقافات الشعوب العربية وتقوم بإبرازها ضمن معايير تعكس أثر المنجز الإبداعي الفني مما يمثله من قيمة فنية عالية ومكانة استثنائية في ركب الحضارة العالمي. كنت برسم من وانا صغيرة، والكلية طبعا ساعدتني كتير وشجعتني ان انا اطور من ده. شاركت في معارض بس مش كتير يعني قبل المعرض ده، وانا بصور وبرسم بس يمكن دي اول مشاركة حقيقية ليا في الرسم. الاول كنت شاركت في التصوير وشاركت ووصلت يعني لحاجات كويسة فيه. حقيقي لفتني اسم المعرض ان هو الخريف وعلاقته باللوحة اللي أنا رسماها، لأن الخريف بالنسبة لي بيكون متصل بالتجدد والتغير مع تساقط الورق الشجر وإن الحاجة اتغيرت لحاجة تانية. فهي لوحتي عبارة عن يعني رسمة من خيالي بتوصف إزاي إن ممكن يكون حد حبيس أفكار أو حبيس أوهام، وإزاي إن هو لو غير الأفكار دي أو الأوهام دي أو الحاجات اللي بتحبطه ممكن إن هو يطلع برا ويكتشف عالم كبير واسع ممكن إن إحنا نكون في غفلة عنه. انتهت جولتنا في هذا الملتقى الرائع، فتحية بكل ألوان الباليتا لمجموعة الفنانين المشاركين في هذا العرض.